عبد العزيز، وشهرتي محمود ابو الحاج. مكاني في الزقازيق شرقيه، ميدان الساره، شارع طلعت حرب. المهنه ديت مهنه يمكن جدي الرابع جدي الخامس، بنتوارثها ولد الولد كده اهوت، وانا ده اعتبر دلوقتي اخر ولد موجود، ومش عارف لسه انا عندي اولاد ما شاء الله في التعليم برضو العالي وكويس، وفي منهم غاوي اللي هيغوى وهيحب المهنه هجيبه معايا وهطوره اكتر واكتر. طبعا المهنه دي بتعتمد على المهنه اليدويه، هاند ميد، كلها جلود، الجلود الطبيعيه والخامات الجلود الطبيعيه والانواع دي خاصه للخيول فقط. السرج، الحصان، انواع كثيره، منها سرج القفز، ومنها سرج الفروسيه اللي هو الماراثون، ومنها الرخت العربي، ومنها الرخت الافرنجي، ومنها السرج المطعم بالمعدن والمطعم بالاشكال الحلي اللي هي تشبه الحلي الفضه، وتشبه النقوش، وتشبه التطريز العربي عليها. والمهنه كمان بيضمها شدات اللي هي عربات الركوب زي الكاريتا والحنطور والحاجات اللي بيشدها الحصان وبيستخدموها العرب وقدماء المصريين بالنسبة للحصان واستخدام الحصان. بنعمل الشدات الجلدية اللي هي بتشد، بتركب على الحصان وبيشد بيها عربات الركوب. قصتك من الأول. قصتي انا في التعليم، والدي بيحب التعليم ويحب يعلم اخواتي، واخواتي كلهم متعلمين ولا من الضم، وكنت في الازهر خدت الثانويه الازهريه بمجموع 76%. بعد كده دخلت كليه لغات وترجمه، كنت انا حابب ان انا اخش قسم لغات فرنسية علشان اتواصل بحكم مهنتنا مع دولة زي دولة فرنسا، لانها برضو فيها مجال الفروسية دي على اعلى مستوى. فربنا ما وفقنيش، دخلت لغة فارسية اللي هي اللغة الايرانية، برضو مشيت فيها على قد للازدياد بالعلم والمعلومات العلمية. جيت عندي سنة ثالثة، انا بقى اصلا وانا في الدراسة من الثانوي كنت بشتغل مع والدي وبشتغل بايدي وبشتغل كده، ومعانا ناس صناعية، والدي معلمهم المهنة برضو قدام معاه برضو، فبدأت انضم لهم وبدأت ابقى انا فيهم المنظم بتاعهم. كترة العمالة احتجت ان انا افضل ان انا امسك المهنة، وتنحيت عن التعليم بقى عشان بدأت ايه معايا صناعية ومسؤولية، ومعايا شغل ومعايا متطلبات ومعايا مواعيد شغل اسلمه وكده وبتاع، فتنحيت عن التعليم والتجأت بقى خلاص، قرصت كل وقتي ومجهودي للمهنة، والحمد لله بدأت اطور فيها عن ما احنا كنا برضو شغالين من الاول، برضو دخلنا اصناف تانية وحاجات تانية وبعض معدات خفيفة كده اهوت، ولكن بس هي المهنة في الاساس بتعتمد على الهاند ميد، على المهنة اليدوية. ما الماكينات مش ما تنفعش، هتبقى حاجة سريعة كده وبتاع، لكن المهنة الاساسية هي هاند ميد. فلما كبرت المشروع معايا وانا مع والدي، ولي اخ برضه مهندس كان مضمون معايا وفي المهنه، والحمد لله ماشيين فيها الى انا ماشي فيها الى الان، وقاعد فيها ما بتنقلش على مهنتي، وبشوف حد من اولادي هيحب المهنه هقف جنب منه الى انه يكمل في الجيل القادم بعد كده. طبعا في انواع سروج، في انواع في انواع للسروج،
حضرتك بالنسبة للسروج اللي هي المصنعة من الجلد الطبيعي، في سروج للفروسية، وفي سروج للسبق، وفي سروج للتدريب، أنواع للتدريب فقط، وفي للقفز الحواجز، وفي للسباقات اللي هو الماراثون، وفي سروج بقى إيه اللي هي اللي احنا بنقول عليها المطعمة بالمعدن، دي للحفلات اللي هي زي الأفراح، زي أعياد ميلاد، زي أي حفلات مناسبات، لأن احنا عندنا الشرقية طبعا مشهورة بالحصان، وما تنسوش ان رمز العلم بتاع الشرقية مرسوم، الرمز بتاعه الحصان، فعشان كده معروفة الشرقية على مستوى الجمهورية ويمكن على بعض الدول الخليجية والدول العربية، ان الشرقية بتمتاز بإنتاج الحصان العربي الأصيل، والمعدات بقى خاصة زي عندنا مثلا وكده، من المعدات بقى اللي هو اللي انا قلت عليها اللي هي المطعمة بالمعدن، والمطعمة ومطعمة بالفضة، لان في ناس برضو من الناس القدماء المعتزة بالحصان وركوب الحصان، وبعدين ركوب الحصان ده متعة، فبيبقوا عندهم سروج معمولة من المعدن الخالص ومدموغة معروفة يعني كده هوت. واللهم صل على النبي. أشهر الناس اللي اشترت منك أو من الحاجة كده؟ والله يعني هي الناس كتير، أنا عشان ما أنساش أغلبيتهم بعرب الطحاوية، عرب الشيخ جبيل، عرب سعود، عرب جزيرة سعود، الناس من الخليج برضو بينزلوا عشان يقتنوا بالحصان العربي، فبيدوروا على لوازم الخيول، فبيلجأوا لنا وكده يعني. خلال الفترة دي في إقبال على شراء الحاجات ديت ولا الدنيا هديت؟ صراحة هي الدنيا هديت، لأن الحصان أصل الحصان مكلف، فمش أي حد دلوقتي بيقتنيه، ما كانش راجل عنده إمكانيات مادية وإمكانيات عقلية موهوب إن هو يبقى عنده خيل، ما فيش. كان الأول زمان كان ناس كتير بيبقى عندها ويتداول، لا دلوقتي عاد بيقتصر اقتناء الحصان عشان الحصان سعره عالي ومكلف على الناس اللي هي مقتدرة ماليا وماديا. بس انت مازلت محتفظ ان انت هتصنع الحاجة كبيرة؟ ما زلت انا محتفظ، لان هي دلوقتي اعتبرت مهنتي وعمري ما هغيرها ولا عمري هتنحى عنها خالص، حتى لو وصلت لايه يعني انا مش هت... السرج بقى انت بتصنعه بياخد منك وقت كام يعني؟ وقت مش كله، في سرج بياخد 4 ايام، في عندي سرج بياخد من لغايه 15 يوم، لانه بيحتاج عقل وتركيز عشان بيتعمل له رسومات تعتبر زي رسومات الهندسيه والتطعيم باشكال وحاجات، فما اقدرش اشتغل فيه وقت طويل، ممكن اشتغل في السرج 2 3 ساعات بس، بيكون الذاكره بتاعتي حاضره وجاهزة لتنفيذ اللي في دماغي، زي الشاعر مش قاعد مش ماسك القلم، لا ده هو بيجيله لحظة ما بيجيله الوحي الشعري وجاله البيتين التلاتة الشعر اللي هم هيكتبهم، بيقعد ويكتبهم كده يعني، احنا بنعتبر زي كده برضه.